أولا شكرا للطاقم الإعلامي لموقع جود، ونشكره على هذه المبادرة. احنا بالنسبة للجمعية، أولا هي امتداد لعمل استمر من سنة 1994، اللي يعتبر فيه هذا التاريخ على أنه إنشاء أول حركة، أول لجنة حقوقية في منطقة الصحراء الغربية، يعني داخل المنطقة. في سنة 94 أسسنا تمثيلية ضحايا الاختفاء القسري، الصحراويين الناجين من مخابئ سرية بقلعة مكونة وأقدس والعيون. من بعد هذا التاريخ كنا عانينا في الحقيقة من مضايقات ومن فرض توقيع التزام بعدم التنقل، ولقيت لنا قدنا نتحركوا مرة أخرى إلى سنة 1998، وتحركنا من عاصمة المغرب الرباط. في سنة 98 طورنا هذا العمل وأسسنا لجنة تنسيقية، لجنة تنسيق المنتدبة عن الصحراويين ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، فيه توسيع للمهام، وفيه على أنه مرحلة ثانية على أن ما قدنا نتحركوا من داخل مدينة العيون اللي عانينا فيها من المضايقات وشبه إقامة إجبارية، عندنا اللي نشتغلوا من مدينة الرباط بهذا الاسم. من بعد في سنة 2002، نهاية 2002، 18 دجنبر 2002، أسسنا لجنة تحضيرية كامتداد لهذا العمل، واللي على أساسه تأسس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات في سنة 2050 7 مايو. يعني بالنسبة لنا احنا كضحايا صحراويين وكضحايا عموما، ما نحتاجوا على أننا نبحثوا عن تأسيس جمعية باش على أننا نكتسبوا شرعية، لأن احنا كضحايا نكتسبوا شرعيتنا من كوننا ضحايا، ونقدروا نطالبوا بمطالبنا، ونقدروا نتحركوا في مجال احنا مطالبنا كفئة بدون على أننا نعدلوا جمعية ولا نعدلوا لجنة ولا هذا لا من شكل تنظيمي، ولكن احنا نستمد من شرعيتنا من كوننا ضحايا. فمن بعد هذه المراحل كاملة بان ظهر لنا على انه من بعد اطلاق سراحنا في سنة 91 كمختطفين سابقين، تم الافراج عنا في سنة 91، وجدنا على ان من نحن هم المختطفين الوحيدين اللي خارجين، على ان هناك المئات من مجهول المصير، هناك من الحالات الكثير من الحالات الفرديه، كاين مجموعات صغيره كاملين عليهم الاختفاء القسري. ووجدنا كذلك على ان الرعب مخيم على المنطقه، ولا احد يمكن يدافع عن حقوق الانسان، وبما فيها المضايقات اللي تعرضنا لها احنا كمختطفين سابقين، يعني ما خلق منظمات حقوقيه، ما خلق فاعلين حقوقيين صحراويين اللي يمكن يتكلموا علينا. ولكن بالنسبة للمجتمع المدني المغربي، نعتبره على أنه من البداية من سنة 1975 إلى حدود سنة 94، هي على أن المجتمع المدني بما فيها الأحزاب بما فيها الجمعيات دخلوا في مؤامرة صمت عن الانتهاكات اللي وقعت في الصحراء. في سنة 2005 كانت اندلعة الانتفاضة، واللي هي مطالبها واضحة بما يتعلق بالحريات بالحقوق بحق تقرير المصير، يعني هذه مطالب كاملة داخلة في مجال حقوق الإنسان. وأسسنا في هذا نفس التاريخ، يعني أسبوعين من اندلاع الانتفاضة، أسسنا الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية. يعني بالنسبة لنا احنا ولا بالنسبة للقانون المغربي ولا القانون الدولي، مفهوم الترخيص للجمعيات غير موجود، مفهوم الترخيص غير موجود، رغم على ان احنا تعرضنا للمحاكمات والاعتقالات وحاكمنا بصيغه غير جمعيه غير مرخص لها، مع ان مفهوم الترخيص كنا غير موجود. اللي خالق في القانون وهو على انك تقدم تصريح وينعطى لك عليه وصل مؤقت، من بعد 60 يوم ينعطى لك وصل نهائي، هذا هو اللي يقول القانون. تطبق القانون كما هو، اللي نص عليه الحريات العامة بالمملكة المغربية بنوده الثالثة والخامسة. وضعت الترخيص، احنا قمنا بجميع الإجراءات القانونية
القانونية اللي نص عليها هذا القانون. ما طلبنا ترخيص، لأن الترخيص قلت لك غير موجود، ولكن العامية تقول لك طلبنا ترخيص، أعطونا ترخيص كذا، هذا المفهوم غير موجود في القانون. قدمنا التصريح قبل منين بغينا نعدلوا مؤتمرنا، قدمنا الإشعار سنة 2005، قدمنا إشعارنا جميع الإجراءات بما فيها العون القضائي، منين ما بغاو يتسلموا منا التصريح الإشعار لجأنا للعون القضائي، ومنين ما بغاو يتسلموا مولي من عنده الإشعار أعطانا محضر على أنه ما بغاو يتسلموه، درنا الإجراء الثالث وهو ضمانة ديال البريد وبعثنا بشعرنا. في سنة 2015 في ما صدر أي قرار رسمي من طرف الدولة المغربية على أنه تم منح الوصل والله حق التسجيل للجمعية الصحراوية، علمنا بهذا من خلال الإعلام المغربي ومن خلال التقرير اللي صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة اللي يقول فيه على أن المغرب قبل السماح بالتسجيل للجمعية الصحراوية للضحايا الانتهاكات وجمعيات أخرى. بالنسبة لنا في تقريبا نهاية أبريل تم استدعاء رئيس الجمعية من طرف الباشوية، باشوية العيون، كان لحقوا الحال ما هو هون، ولكن كان بالإمكان على أنه يستدعوا نائبه ويستدعوا لما كان يستدعوا الكاتب العام. هذا ما عدلوه من عاد شهر 6 كنا حاضرين كاملين هون في العيون، ومشينا شهر الباشوية، ومنين جيناهم قالوا لنا على أن رعنا لنعطوكم الوصل ديال الجمعية، ولكن منين جينا نخرصوا هذا الوصل اللي عطاونا على أن فيه على أنها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالعيون، العنوان اللي دايرين في الوصل. قلنا لهم وردينا لهم قلنا لهم هذه الجمعية ما هي جمعيتنا، راه القانون الأساسي موبيليزي من التاريخ الفلاني شيقول اسم الجمعية هو الجمعية الصحراوية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، وعلى أن هذه الجمعية ما هي جمعيتنا ما قابلين هذا الوصل. مشينا عنهم قالنا على أنه يومين ولا ثلاثة لا يعيطونا، فوتنا أكثر من 8 أيام ولا 10 أيام ما عيطونا، صدرنا تقرير بيان على أنه ها موقعنا مع البشوية، وعلى أن ما قاله الأمين العام خاص في تقريره خاصه يسحبه لأنه ما هو حقيقي، على أنه ما تم إعطانا حق التسجيل. في الوقت اللي صدرنا هذا علينا جاونا من جديد السلطة وقالوا لنا راه عندنا نعطيكم الوصل بنفس الاسم اللي عندكم، ولكن في تاريخ مارس 2015. ما قبلنا كذلك هذا الوصل اللي جابوا لنا، قلنا لهم اعطوه لنا بتاريخ اليوم، جبتوه لنا اليوم اعطوه لنا بتاريخ اليوم، جابوه لنا يوم 22 في شهر 6. هذه هي الاجراءات اللي وقعت في قضيه. فعلا على انه سابقا كانوا دائما من يتحجوا للمنظمات والسفارات والجميع الجهات اللي تطرح عليهم مشكل الجمعية، ويقولوا على أنها هذه كلها جمعية سياسية ما هي جمعية حقوقية. يغير احنا نشرحوا على أن الجمعية حقوقية أهدافها الدفاع عن حقوق الإنسان، ولكن هي جمعية ضحايا، وهؤلاء الضحايا لهم خلفياتهم سياسية كيف أي ما إنسان عنده خلفية سياسية، وخلفيتنا واضحة تعرفها السلطات اللي اختطفتنا النهار الأول اللي طلصتنا في 91 اللي منعت جمعيتنا اللي مفهوم. إذا حاولت من خلال واحدة من السفارات، ربما السفارة الأمريكية، تقول لها على أنه يبدلوا العنوان ونعطوهم التسجيل، هذا في 2008 ولا 2009، ورفضنا أن نبدلوا عنوانه، لأن عنوانه هو هذا اللي مرق به المؤتمر، واضح موضح من هم احنا، يعني ضحايا انتهاكات الدولة المغربية في الصحراء. ترخيص شفوي ما هو خالق، اللي خالق وهو على ان احنا قدمنا اشعارنا ما استجابت له السلطة من بعد 48 ساعة من حقنا على ان نعقدوا مؤتمرنا. من انتهت 48 ساعة عقدنا مؤتمرنا يوم 7/5/2005، وكان مضروب عليه حصار من البوليس
بجميع انواعها. من بعد منين كونا مكتبنا وعدلنا وثائقنا، قدمنا ملف اداري نفس الاجراءات تتطلب على ان تقدموا مباشره ما بغاو تسلموه، قدمناها عن طريق العون القضائي ما بغاو تسلموه، قدمناها عن طريق البريد المضمون ما بغاو تسلموه، حتى البريد المضمون ما بغاو تسلموه، ردوه للبريد والبريد بنفسه ردوه لنا وحنا ما بغينا نتسلموه من عنده. اذا جميع الاجراءات القانونيه المطلوبه احنا عدلناها جميعها اللي نص عليها قانون الحريات العامه. في هذه المرحله قبل وصولنا للحصول على الوصل النهائي، قدمنا رفعنا دعوى قضائيه عبر المحكمه الاداريه وحكمت لصالحنا، صدرت قرارها في 2007، قدمنا الملف في سبتمبر 2006 وجاء الحكم لابتداء المحكمه الاداريه في صالحنا. في نفس السنة في 2007. في هذه السنة قلنا على أن السلطات يمكن تطعن، عند مدة شهر خاص تطعن فيه، ما طعنت سحبنا شهادة عدم الطعن واستمرنا في عملنا يعني بدون مقر فعلا، على أن الوصل يمنح لك على أنك تعدل المقر، على أن يعود عندك علاقات رسمية مباشرة مع منظمات حقوقية، مع جهات، مع رسمية غير رسمية. احنا تم عرقلة الوصل النهائي، يعني حتى الحكم الابتدائي للمحكمة الإدارية ما بغاو يطبقوه، ما بغاو ينفذوه. من بعد سنة وزيادة على سنة رفعوا الاستئناف، وحكمت محكمة الاستئناف للمحكمة الإدارية السلطات. بالنسبة لمحكمة الاستئناف الإدارية حكمت على أنه تم إثبات الحكم الابتدائي ورفض طلب الاستئناف ديال السلطات على أنه خارج الأجل. إذا من 2008 نهاية 2008 احنا متوفرين على أحكام ابتدائية واستئنافية ديال المحكمة الإدارية، باش على أن جمعيتنا شرعية وعلى أن قامت بجميع الإجراءات القانونية. في هذه الفترة تم اعتقال إبراهيم دحان رئيس الجمعية بداية في آخر سنة 2005، تم اعتقالي أنا في 2006 اللي قضيت فيها سنتين بهذه الاتهام مع غير جمعية غير مرخص لها، مع الترخيص لا معنى له في تأسيس الجمعية. في 2010 رفعنا هذا الملف للمقررين الخاصين بالأمم المتحدة، وجميع التقارير السنوية ديال منظمات العفو الدولية ديال هومان رايت ويتش من سنة 2005 إلى دائما تتحدث عن المنع للجمعية الصحراوية. بالنسبة لنا احنا أولا كيف معروف على أن منطقة الصحراء الغربية عندها قوانين خاصة دولية بكونها إقليم موجود على لائحة الشعوب والبلدان الغير مستقلة، يعني تنتظر على أنه حق تقرير المصير واستفتاء، يعني تطبيق حق تقرير المصير كحق غير قابل للتصرف، تنص عليه جميع العهود الدولية في المادة الأولى في الحقوق الاقتصادية والمدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تنص على هذا الحق، هو حق بجميع القرارات غير قابل للتصرف. إذا احنا انطلاقا من هذه الوضعية، انطلاقا من هذه الوضعية وانطلاقا من هذا المنع اللي دام 11 سنة، فهو افتتاح للمقر يعتبر انتصار للحق وانتصار للحق وانتصار لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان اللي عانوا في المخابئ السرية من التعذيب ومن الاغتصاب ومن شتى أنواع الانتهاكات اللي بدلها جريمة إنسانية. إذا هو انتصار للحقيقة وللحق وللضحايا الصحراوية. احنا جمعية تتكون من دارت مؤتمرها من خلال أكثر من 200 شخص منتدبين عن العديد من المجموعات ومن العديد من المدن. تشكل عندنا مجلس تنسيقي ينسق بين جميع هياكل الجمعية، يتكون من 51 شخص وهو أعلى هيئة تقريرية ما بين المؤتمرين. من داخله
يتم تعيين 15 شخص كمكتب تنفيذي ينفذ ويوجه ويسير جميع قرارات المؤتمر العام. بالنسبة لنا درنا افتتاح كان حضور فيه المجلس التنسيقي وبعض المناضلين الداعمين للجمعية، كذلك النهار الثاني كان استدعاء لبعض الوجوه المناضلين من طرف الجمعية. يعني ما لمسنا أي مضايقات لهذا الناس اللي جاوا للجمعية، ولكن من بعد الحصول على الوصل النهائي أعضاء الجمعية عندهم كاين انتهاكات في حق أعضاء الجمعية. مثلاً بعد الحصول على الوصل، ولكن بعد الافتتاح إلى حد الساعة ما فيه أي مضايقة. بالنسبة لي القناعات لا تتغير، ولكن خالق الناس اللي تغير قناعاتها. بالنسبة للقناعات، احنا اولا كضحايا اختفاء قصري ما مختطفين لاسباب حق عام، احنا مقبوضين على موقف سياسي، موقف من قضية هو حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، وهذا ما جبنا احنا من روسنا، هذا شيء تنص عليه القرارات والتوصيات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، صادرة عن مجلس الأمن، صادرة عن جميع هياكل الأمم المتحدة بما فيها لجنة تصفية الاستعمار، بما فيها القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، يعني جميع المؤسسات الدولية تنص على هذا الحق، وقرارات صادرة في إطار حل نزاع حول قضية الصحراء الغربية. بالنسبة لنا هذا لا يتغير، بالنسبة لنا احنا كضحايا مقبوضين على ذا. احنا بالنسبة لنا كمناضلين داخل الجمعية قناعاتنا ما يتغير، هي غير العمل الحقوقي هو عمل حقوقي والعمل السياسي هو عمل سياسي. بالنسبة لنا كجمعية واضحة أهدافنا، وهو الدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها، في كونيتها وشموليتها، الدفاع عن حقوق الضحايا بما في ذلك الكشف عن مجهول المصير، قد تقديم الدعم للضحايا، مساعدتهم قانونيا، يعني الملفات اللي نشتغل عليها واضحة. احنا اولا في هذه الظرفية مازلنا نأهلوا العمل الإداري للجمعية، وإلى حد الساعة ما أعطينا انطلاقا لاستقبال الضحايا واستقبال الملفات واستقبال الانخراطات، إلى حد الساعة عملنا ما فتنطلق بشكل رسمي. نشير كذلك على أن لأن الشعار الجمعية شعار يعني أساسي في هذا العمل اللي تقوم به الجمعية، وهو شعار لا إنصاف بدون حقيقة، لا مصالحة بدون حل شامل. احنا اولا من بدايه عملنا من 94 من 98 كنا منفتحين على الجميع، دخلنا في حوارات مع جميع مع الاحزاب، مع المنظمات الحقوقيه، مع جميع اشكال المجتمع المدني المغربي، دخلنا في التنسيق مع الضحايا في المغرب من خلال المنتدى المغربي للحقيقه والانصاف، كنا حاضرين في تاسيسه، كنا اعضاء في المجلس الوطني كافراد، كان نفتح فرع منه هون في العيون، عندنا علاقات وطيدة بجميع المنظمات الحقوقية، يعني أي حد بادر للعمل معنا احنا مستعدين نشتغلوا معاه، عندنا انخراطات على المستوى الدولي، عندنا تنسيق وتعاون مع جميع المنظمات الحقوقية على المستوى الدولي، وكذلك على المستوى احنا منفتحين على الجميع، أي حد باغي يشتغل معنا حتى احنا باغي نشتغلوا معاه، اللي ما عنده أي عقدة منا حتى نحن ما عندنا عقدة معه.